أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقتل الجاسوس المسلم؟ هذه جريمة بلا شك، إذا رأى ولي الأمر خطره على المسلمين فله أن يقتله، له أن يقتله إلا أن يتوب إلى الله ويرجع ويعترف بخطأه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قتله من السياسة، قتله من السياسة الشرعية، يرجع فيها إلى ولاة الأمور. نعم.